اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Promis, pastor do pak është akshami. Uçremo veçën në zikër. Unë të zëm në onaj ko zna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل
سورة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقبله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سبحانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، عدد ما حاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Učinite dua koju god hoćete, poništaš dua, pa zikrit pranova dua ja te zove. Što se tiče zikra, Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme je učio ovaj zikr ujutro i navečer. Sunnet je da se uče ove dove svakoga dana, čisto radi zaštite od prokletog šejtana i od svega što može da navodi čovjeku. Želim da ukažem na važnost zikra. Sultan Abdulhamid II. Je donosio salavat puno na Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u ovom zikru ima i salavat na Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednog dana dođe mu čovjek i reče: sultane, kaže, dužan si mi. A tu je bio prisutan i paša. Pa ga sultan upita, kaže, a šta ti ja dužim? A nikome nije dužio. Kaže: Boži poslanik, vidio sam Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu, pa mi je rekao da dođem do tebe i da tražim da mi podmiriš moje potrebe. Kaže: a šta je Boži poslanik tebi naredio? Kaže: rekao mi je da svake večeri donosiš toliko i toliko puta salavat na njega, sinoć si zaboravio da donese salavat na Božeg poslanika. Pa je zaplakao sultan i dao mu puno blaga. Pa ga je terao po 3 ili 4 puta da mu ponavlja: šta si, kaže, vidio u snu? Pa mu je ponavljao, kaže: vidio sam Božeg poslanika da mi je rekao da si zaboravio da doneseš salavat na njega. Pa mi je rekao da te opomenim i da te podsjetim. Iz ovoga vidimo koliko je važnost zikra i važnost salavata na Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dot vidas shkolte mishto pun në zikrit, të gjithë ne e dim që është sunet i pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Të gjithë ne duhet ta mësojmë veten edhe fëmijët tonë zikrin e mbrojtjes, zikrin e mëngjesit edhe të mbrojtjes, pasi që vetë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka kërku strehim dhe mbrojtje të Allahu xhërshanu nga shejtani mallkon, nga njerëzit e këqij, nga borxhet e këqija. Ka kërku që Allahu xhërshanu më ia lehtëso ditën edhe natën për çdo ditë. Këto dua që i lexova janë 16 apo 17 dua që pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem i ka lexuar çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje para namazit të akşamit. Duhet të përmendi një rast që është shumë interesant për punën e dhikrit. Sultan Abdul Hamid i dyti, të të njëpër e sultanve të Turkis, të Osmanive, një ditë për ditëve i ka arë një njeri dhe i tha: sultanit më ke borç. Sultani askujna nuk i ka pas borç. Dhe thot: kur të kom marrë dhe më thonë dhe një send, dhe qka të kam borç?
aty ishte edhe pasha i ti. Dhe pasha i deshti të ndërprente, në më thëna atë njeriu, kurse njeriu ishte këmbgullës dhe i thamë ke bërqë. Dhe i tha sultani pashës lele të folë. I thot kjo njeri kam borgje të shumëta. Kam probleme, isha biznismen dhe falementova. Dhe pash në andër pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, dhe më tha pejgamberin.